حمص القديمي حي الحميدي ب9/10/2012 أثار قصف بالبراميل من الطائرات الحوامي من عصابات أسد والشبيح على حمص القديمي. هاي كما هون زي برميل بالمسجد الشيخ عمر الوزاعي، هذا قصف كذا مرة، هاي اليوم قصف. الله أكبر، دمار هائل بالمساجد، ما لنا غيرك يا الله، لا حول قوة إلا بالله. هذا النظام لا بيعرف حرمة مساجد وحرمة ديانات، أبقصفنا بالبراميل. الله أكبر، هذا مسجد أسري قصف. الله أكبر، الله أكبر، دمار هائل.